جيش الاحتلال يبدأ إجلاء نحو 100,000 فلسطيني من رفح الفلسطينية وغارات جوية تستهدف محيط مطار غزة شرق المدينة. مصدر رفيع المستوى يؤكد استمرار دخول المساعدات إلى غزة عبر منفذ رفح بشكل طبيعي، وأن الوفد المصري يكثف اتصالاته لاحتواء التصعيد الحالي. الرئيس الفرنسي يؤكد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي معارضته للهجوم على رفح الفلسطينية. 3 مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم 13 بعد 200 على التوالي، مخلفا ألاف الشهداء والجرحى والمفقودين. وأصبحت مدينة رفح الفلسطينية في بؤرة الأحداث في ظل قيام جيش الاحتلال بعملية إجلاء للسكان من بعض المناطق، وهو ما حذرت مصر مرارا من عواقبه الوخيمة في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية لسكان القطاع. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين، وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة، مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبولة، ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس، وينبغي وقفها على الفور. قالت إذاعة إسرائيلية إن القوات الإسرائيلية بدأت إجلاء المدنيين من رفح جنوبي قطاع غزة في إطار عملية محدودة النطاق، حيث تشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أنه بحاجة لنقل 100,000 شخص. ووفقا لما أوردته الإذاعة، فإن عمليات الإجلاء تتركز الآن على عدد قليل من المناطق المحيطة برفح الفلسطينية، حيث يتم توجيه المدنيين الذين يتم إجلاءهم إلى مدينتي الخيام في خان يونس والمواصي القريبتين. فيما نقلت وكالة رويترز عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه يشجع سكان شرق رفح على التحرك نحو منطقة إنسانية موسعة، وأنه لن يضع إطارا زمنيا لإخلاء المدينة وسيجري تقييمات عملياتية. الاحتلال الإسرائيلي أخبر الناس أنها تذهب إلى رفح وأنها منطقة آمنة، واليوم بقول لك اطلع من رفح. طب وين تروح الناس؟ اين ستذهب كل هذا الجموع؟ 1.5 مليون او 2 مليون بني ادم، وين بدهم يروحوا؟ الى اين سيذهبون يعني؟ ايش يروحوا على البحر يعني؟ وين بدها تروح الناس بعد ما اخبرونا انها منطقه امنه؟ يعني بدهم يبيدوا الناس اباده جماعيه. هذا اللي حتفهم، هذا اللي فهمناه يعني. صحينا الصبح على الساعة 3 على المطر، وغرقنا من المطر، وغرقنا من كل أوعينا غرقن، كل أغراضنا غرقن، وإحنا في الشوارع. وصحينا كمان على خبر أنكد من هيك، خبر إخلاء رفح، وهذه أكبر مجزرة بدها تصير، أكبر كارثة بدها تصير في رفح. نزحت من وراء قاع انصراط، من انصراط جيت على رفح، هاي مبهددة في رفح. يعني بدي اعمل مجاز رهن في رفح، حتكون اباده جماعيه، احنا صراحه مش عارفين وين نروح وين نيجي. الله المستعان، بين الله. هذا واستهدفت غارات جوية محيط مطار غزة شرق مدينة رفح جنوبي القطاع. ويأتي ذلك بحسب ما نشرته قناة القاهرة الإخبارية ما ينذر ببدء قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في المدينة. في إطار ما أسماه بعملية محدودة النطاق، يأتي إجلاء جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين من رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، متحدياً التحذيرات الإقليمية والدولية لهكذا عملية. ووفقاً لما أوردته إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن عمليات الإجلاء تتركز على عدد قليل من المناطق المحيطة برفح الفلسطينية، حيث يتم توجيه المدنيين الذين يتم إجلاؤهم إلى مدينتي الخيام في خان يونس والمواصي القريبتين.
مصر ومنذ بداية الأزمة قبل أشهر سارعت بالتحذير من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، لا سيما في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية لسكان القطاع. وأكدت مصر على أنها تواصل اتصالاتها وتحركاتها مع مختلف الأطراف من خلال جولات من المفاوضات التي تستضيف أغلبها القاهرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل. الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم أنها الداعم الأكبر لإسرائيل، أعلنت مراراً معارضتها أي عملية برية بمدينة رفح الفلسطينية دون وجود خطة لحماية المدنيين الفلسطينيين. وأكدت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكين أنها تعمل على إيجاد حلول لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين، فضلاً عن حث إسرائيل على السماح بإدخال مزيد من المساعدات للقطاع. وتعد مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة تطلب من المواطنين التوجه من شمال ووسط القطاع إلى الجنوب بادعاء أنها مناطق آمنة. واليوم تطلب إسرائيل من أكثر من 1,400,000 فلسطيني ترك تلك المناطق التي وصفت سابقا بالآمنة والتحرك إلى مصير مجهول محاط بالموت والدمار من كل مكان. نفى مصدر رفيع المستوى صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن غلق معبر رفح البري. وأشار المصدر رفيع المستوى إلى أن المعبر يعمل بشكل طبيعي وأن حركة دخول مساعدات إلى قطاع غزة مستمرة. من جانبها أكدت الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية استمرار العمل في معبر رفح البري، حيث تم فتح البوابة المصرية لاستقبال حافلات المسافرين. في السياق ذاته أكد مصدر رفيع المستوى أن قصف حماس لمنطقة كرم أبو سالم تسبب في تعثر مفاوضات الهدنة، لافتا إلى أن الوفد الأمني المصري يكثف اتصالاته لاحتواء التصعيد الحالي بين الطرفين. هذا وحذرت مصر الأطراف من خطورة التصعيد الحالي، مؤكدة ضرورة العودة للمفاوضات وما تحقق من تقدم كبير بها. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد حذر مرارا من خطورة اجتياح مدينة رفح الفلسطينية وما سينتج عنها من تهجير قصري للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية. كما حذر الرئيس مرارا من خطورة العدوان على قطاع غزة وآثاره بتوسيع دائرة الصراع. We'll be right back.
حذر الناطق باسم رئاسة فلسطينية نبيل أبوردينا من أن سلطات الاحتلال بدأت فعليا التمهيد لارتكاب أكبر جريمة إبادة جماعية باجتياح رفح الفلسطينية، محملا الإدارة الأمريكية مسؤولية هذه السياسات الإسرائيلية الخطيرة. وقال أبوردينا إن الإدارة الأمريكية التي توفر الدعم المالي والعسكري للاحتلال وتقف بوجه المجتمع الدولي لتمنع تطبيق قرارات الشرعية الدولية ووقف العدوان هي التي تشجع نتنياهو وقادته بالاستمرار بمجازرهم ضد الشعب الفلسطيني. وأكد أبوردينا أن الرئاسة الفلسطينية تجري اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف لوقف المجزرة الإسرائيلية في رفح الفلسطينية. جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معارضته الصارمة للهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كان ماكرون قد حث نتنياهو في اتصال هاتفي أمس على استكمال المفاوضات مع حماس للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين. في السياق، حذرت الخارجية الفرنسية من أن أي تهجير قسري للمدنيين الفلسطينيين يمثل جريمة حرب. زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت أن التحرك العسكري الإسرائيلي في رفح الفلسطينية ضروري بسبب ما وصفه رفض حركة حماس مقترحات الهدنة في غزة. وأضاف جالانت في بيان أنه نقل تلك الرسالة في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي لايد أوستن. هذا وحذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من أن أي هجوم إسرائيلي على رفح الفلسطينية، مؤكدة أن ذلك سيعني المزيد من المعاناة والوفيات بين المدنيين، وستكون العواقب مدمرة لنحو 1,400,000 فلسطيني. وشددت الأونروا على أنها ستحافظ على وجودها في رفح الفلسطينية لأطول فترة ممكنة، وستواصل تقديم المساعدات المنقذة لحياة الناس. استقبل مطار العريش الدولي طائرة مساعدات إماراتية لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة. وتحمل الطائرة على متنها 15 طنا من المساعدات الإغاثية وثلاث سيارات مقدمة من منظمة الصحة العالمية. وبذلك بلغ إجمالي عدد الطائرات التي وصلت المطار حتى اليوم 756 طائرة، منها 616 طائرة مساعدات. ومعنا للمزيد سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير، بعد التحية، كيف تقيم حتى الآن الجهود المصرية في تهدئة الأوضاع في غزة وفي مقابل يعني نوع من أنواع التصعيد لدى حكومة نتنياهو وإصرارهم على اجتياح رفح الفلسطينية؟ يعني مصر بالتعاون مع كل من قطر والولايات المتحدة الأمريكية بتبذل على مدى الأسبوع الماضي وحتى هذه الساعة جهودا متواصلة للتوصل إلى اتفاق يتم بموجبه وقف العمليات العسكرية في القطاع لفترة محددة
مقابل الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، وبعد ذلك يبدأ العمل في مد التهدئة أو التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم. فمصر ما زالت تواصل هذه الجهود بالرغم من التهديدات الإسرائيلية بالاستمرار في الحرب بصفة عامة وبصفة خاصة اجتياح مدينة رفح. نعم، كيف تقرأ ردود الأفعال الأمريكية وأيضا رد الفعل الفرنسي تجاه رفض التصعيد على الأرض في قطاع غزة واجتياح مدينة رفح الفلسطينية؟ يعني طبعا هي تصريحات حضرتك، تصريحات في ظاهرها إيجابية وبناءة، لكن بالنسبة للإدارة الأمريكية، الإدارة الأمريكية حتى الآن وبالرغم من هذه التصريحات وبالرغم من مطالباتها المتكررة بالتوصل لوقف إطلاق نار، أعمالها وأفعالها لم تترجم هذه التصريحات البناءة. بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية أمدت إسرائيل خلال العشر أيام الأخيرة بما يوازي 26 مليار دولار من المساعدات العسكرية والمالية. فنأمل أنه السياسة الأمريكية تتمشى مع التصريحات الإيجابية التي تصدر سواء على لسان الرئيس الأمريكي أو وزير الخارجية الأمريكي. نعم، يعني في ظل تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالنت بأن التحرك العسكري الإسرائيلي في رفح الفلسطينية ضروري، من وجهة نظرك سعادة السفير، هل إسرائيل مستعدة للقيام بهذه العملية البرية في ظل يعني فشلها الذريع في أي عملية برية حدثت قبل ذلك؟ حضرتك، احنا تجاوزنا صباح اليوم، نحن تجاوزنا تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي في تحذيرات من الجيش الإسرائيلي لسكان رفح بإخلاء شرط رفح، توطئة للقيام بما أسماه الجيش الإسرائيلي بعملية محدودة. فواضح حضرتك أن خلال الساعات القليلة القادمة في تحرك عسكري إسرائيلي ما في شرط رفح، وقد حذرت منظمات تابعة للأمم المتحدة بعد هذا التحذير من جانب الجيش الإسرائيلي، حذرت من وقوع خسائر بشرية كبيرة جدا في حالة إتمام هذه العملية المحدودة كما وصفها الجيش الإسرائيلي. من ناحية أخرى السلطة الفلسطينية وضعت المجتمع الدولي ووضعت الولايات المتحدة الأمريكية أمام مسؤولياتها لمنع حدوث هذه العملية المحدودة. نعم، سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لك. يواصل معبر رفح البري عمله في استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين وتقديم كل الخدمات لهم. وأفاد مراسل التلفزيون المصري أنه لا صحة لإغلاق المعبر وأن السلطات لا زالت تقدم كل التسهيلات للقادمين من قطاع غزة ومزدوج الجنسية، بالإضافة لوجود سيارات الإسعاف ودخول شاحنات المساعدات الإنسانية. المزيد مع محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، نجدد الترحيب بحضراتكم من أمام بوابة معبر رفح المصري، حيث لازلنا نتابع معكم الجهود المصرية المبذولة في دخول المساعدات الإنسانية واستمرار معبر رفح في عمله على مدار الساعة. نود أن نؤكد بداية أنه لا صحة تماما لإغلاق معبر رفح البري، المعبر لازال يعمل على مدار الساعة من كل الجوانب والمسارات والخدمات التي يقدمها معبر رفح البري، حتى وأننا نتحدث أنه اليوم إجازة رسمية ولكن المعبر لازال يعمل. أولا، يعمل في مسار إدخال المساعدات الإنسانية، هناك عدد كبير من المساعدات التي دخلت اليوم إلى معبر أو ناحية منفذ العوجة، بالإضافة بالطبع يعني إلى استقبال الجرحى والمصابين. فقط المساعدات لم تدخل من منفذ كرم أبو سالم نظرا لأن المعبر لازال مغلق من
من قبل الجانب الإسرائيلي بعد القصف الذي تعرضت له المنطقة العسكرية القريبة من منفذ كرم أبو سالم بالأمس. فبالتالي لازال المعبر مغلق حتى الآن، لكن هناك عدد من الشاحنات دخلت من خلال منفذ العوجة. نتحدث أيضا عن أنه من البوابة الأخرى لازالت مصر تستقبل أيضا المصابين والجرحى، ويتم تقديم كل الخدمات لهم. بمجرد وصولهم من هذه البوابة يتم تشخيص الحالات. رأينا اليوم أيضا بعض المنشورات التي يتم إسقاطها جوا على الفلسطينيين المتواجدين في منطقة رفح، ومحاولات الجيش الإسرائيلي في أن يعني يدعو أهالي شرق رفح في الخروج من هذه المدينة، وأيضا النزوح إلى مناطق أخرى استعدادا لبعض الضربات التي يقول أنه سيوجهها داخل بعض المناطق في رفح. إذن معبر رفح لازال يعمل حتى هذه اللحظة، لا صحة تماما لإغلاقه، كل السلطات تعمل بكامل طاقتها داخل بوابة معبر رفح. هذه هي الصورة من أمام معبر رفح البري، والآن عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى. عرب سفير روسيا بالقاهرة جيورجي بارسينكو عن تقديره لجهود مصر الحثيثة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل. وأكد بارسينكو معارضة موسكو قيام إسرائيل بشن عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية جنوب القطاع، لافتا إلى أهمية دور مصر المحوري في توصيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. وأشار سفير روسيا لأن بلاده تدعم جهود مصر لتوحيد الفصائل الفلسطينية من خلال عقد اجتماعات لهم في القاهرة. أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رائد رضوان أن فلسطين تنظر دائما إلى الدور المصري على كل المستويات كدور مهم ومحوري ومركزي. ولفت رضوان إلى أنه سيكون هناك تعاون وتنسيق بشكل مستمر مع مصر خلال فترة رئاسة فلسطين للدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وأضاف رضوان أن دولة فلسطين وضعت خططا للعمل خلال رئاستها الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد رغم الظروف الحالية التي تمر بها فلسطين فيما يتعلق بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل وحصار الضفة الغربية. أكدت حركة حماس أن الخطوات التي يتخذها جيش الاحتلال تحضيرا للهجوم على مدينة رفح الفلسطينية تؤكد إصرار حكومة نتنياهو على المضي قدما في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. ونقلا عن القاهرة الإخبارية، أكدت حماس أن نتنياهو يمضي في الحرب دون اكتراث للكارثة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة أو لمصير المحتجزين، معلنة استعدادها للرد على أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية. هذا ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع على شن هجوم على رفح الفلسطينية. من جانبه أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن الحكومة تخلت عن المحتجزين قائلا إن عليها أن تفعل كل شيء لإعادتهم. بدورها جددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين دعوتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين، وذلك بحسب القاهرة الإخبارية. غزة اتدمرت، ما بقاش حاجة.
غادر وفد حركة حماس القاهرة إلى الدوحة للتشاور حول مفاوضات التهدئة في غزة، على أن يعود الوفد غدا الثلاثاء إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات. وأعلنت حركة حماس حرصها على التوصل إلى اتفاق شامل ومترابط المراحل ينهي العدوان الإسرائيلي ويضمن الانسحاب ويحقق صفقة تبادل جدية للأسرى الفلسطينيين. وفي بيان لحماس، حملت الحركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية اختلاق مبررات دائمة لاستمرار العدوان وتوسيع دائرة الصراع وتخريب الجهود المبذولة عبر الوسطاء والأطراف المختلفة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية عدة غارات على مناطق متفرقة بقطاع غزة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن غارة استهدفت بلدة النصر شرق مدينة رفح ومنزلا في مخيم الشبورة وسط المدينة، ما أسفر عن شهداء ومصابين. من جانبه، أعلن الدفاع المدني بقطاع غزة انتشال جثامين 9 شهداء من مخيم خان يونس جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا بالمخيم. اتهمت الأمم المتحدة إسرائيل بمواصلة منع وصول مساعدات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، في حين حذر برنامج الأغذية العالمي من وجود مجاعة شاملة في شمال القطاع. ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة إنه في الوقت الذي يعلن فيه بوجه عام عن وقوع مجاعة رسمية في مكان ما، يكون قد فات الأوان بالفعل لإنقاذ الكثير من الأشخاص. مع تزايد التحذيرات من وجود مجاعة شاملة شمال قطاع غزة، اتهمت الأمم المتحدة إسرائيل بمواصلة منع وصول مساعدات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة. المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني قال إن قوات الاحتلال منعته من دخول غزة مرتين خلال أسبوع واحد، وإنه في الأسبوعين الماضيين فقط تم تسجيل 10 حوادث شملت إطلاق النار على القوافل وإلقاء القبض على موظفين بالأمم المتحدة والتأخير الطويل عند نقاط التفتيش، مما أجبر القوافل على التحرك أثناء الظلام أو إلغاء مهمتها. تقرير مدعوم من الأمم المتحدة نشر مؤخرا أفاد بأن المجاعة وشيكة ومن المرجح أن تحدث في شمال قطاع غزة ويمكن أن تنتشر في أنحاء القطاع قريبا. وإعلان المجاعة يحدث عندما يكون 20% على الأقل من السكان يعانون من نقص حاد في الغذاء، وعندما يعاني طفل من كل 3 أطفال من سوء التغذية الحاد، ويموت شخصان من كل 10,000 شخص يوميا بسبب الجوع أو سوء التغذية والمرض. ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة إنه في الوقت الذي يعلن فيه بوجه عام عن وقوع مجاعة رسميا في مكان ما، يكون قد فات الأوان بالفعل لإنقاذ الكثير من الأشخاص. أعلنت السلطات الصحية في غزة استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع لليوم 13 بعد 200 على التوالي، حيث ارتكب الاحتلال 5 مجازر ضد العائلات خلال الساعات 24 الماضية. وأكدت السلطات الصحية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 34,735 شهيدا و 78,108 مصابين منذ 7 أكتوبر الماضي. تتواصل معاناة الفلسطينيين في غزة للحصول على الطعام والشراب في ظل الحصار الإسرائيلي وما نتج عنه من نقص في المستلزمات الغذائية. أبو خليل وهو من أهل غزة يقود دراجته يوميا وسط الركام الذي لحق بالمدينة كي يصل إلى مخبز على أمل شراء بعض الأرغفة لعائلته. وسط أكوام الركام والدمار الذي حل بمدينة غزة، يقود أبو خليل دراجته الهوائية للوصول إلى مخبز يأمل أن يجد فيه رغيفا يسد رمق عائلته. خليل هو المعيل الوحيد للأسرة، يأخذ دراجته ويقصد المخبز بشكل يومي، ويمكن أن يكون الطريق خطيرا إذ يمتد بطول شوارع مدمرة يتعذر على السيارات المرور فيها. الوضع صعب، حتى لو كان في السابق هو كان أصعب، بس اليوم برضه صعب. احنا في الأول قلنا نلم حطب في الشغال، بدنا نولع في الدار. طب شو وسع في الدار، ما اولع في دار ناس انا ساكن، كيف بدي اولع، كيف بدي من وين اجيب حطب؟ لكن رد الخبز موفرت نوعا ما
حاجه واحد يعني يتسهل، لكن في مش موجود كل شيء عندنا، واحنا ناس ما لناش لا دخل ولا لنا شغل ولا لنا حاجه، ما لناش صار يعني فيش لنا دخل نشتري. ويعيش ابو خليل مع عائلته المكونه من 12 فردا في شقه مستاجره بعد ان دمر القصف الاسرائيلي بيته القديم، فيما تعاني ابنته من السرطان حيث كانت تذهب إلى إسرائيل لتلقي العلاج، لكن ذلك لم يعد ممكناً منذ بدء الحرب على غزة، وعادت مخابز شمال غزة للعمل، غير أن خطر المجاعة لا يزال يلوح في الأفق على الرغم من زيادة الإمدادات وفقاً لتحذيرات متواصلة لبرنامج الأغذية العالمي الذي أكد الأسبوع الماضي أن شمال غزة لا يزال يتجه نحو المجاعة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي. يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض. ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي أردني قوله إن اجتماع اليوم بين بايدن والملك عبد الله ليس اجتماعا ثنائيا رسميا، بل سيكون خاصا وغير رسميا. هذا ويأتي الاجتماع في وقت لا تزال تختلف فيه إدارة بايدن مع المسؤولين الإسرائيليين حول التوغل العسكري في رفح بجنوب قطاع غزة. دعا الممثل الأعلى لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري في قطاع غزة. وقال بوريل إنه وفقا للمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة سيندي ماكين، فإن السيناريو الذي كان يخشى كثيرا منه قد أصبح حقيقة. وأضاف بوريل أن هناك مجاعة تامة في شمالي غزة وهي تتجه نحو الجنوب، كما شدد على ضرورة التنفيذ الفوري لقرارات مجلس الأمن ووقف إطلاق النار من أجل تبادل الأسرى وإيصال المساعدات الإنسانية. رفع المئات من خريجي الجامعات الأمريكية العلم والكوفية الفلسطينية أثناء حفلات التخرج في عدة جامعات أمريكية ضمن حفلات التخرج السنوي، تعبيرا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وتنديدا باستمرار الحرب المتواصلة على قطاع غزة. وجاء ذلك ضمن فعاليات الاحتجاج على رفض إدارات الجامعات وقف استثماراتها وتعاونها مع دولة الاحتلال، ورفضا لاعتقال أكثر من 2500 طالب من المحتجين في الجامعات على يد الشرطة الأمريكية. وفي السياق ذاته انضمت مدارس في ولاية إلينوي للاحتجاجات الطلابية على مستوى الولايات المتحدة للمطالبة بوقف جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينية. أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإجراء مناورات نووية في المستقبل القريب تشارك فيها قوات منتشرة قرب أوكرانيا، ذلك ردا على تهديدات قادة غربيين لموسكو باحتمالية إرسال قوات إلى أوكرانيا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه سيتم خلال المناورات اتخاذ سلسلة من الإجراءات للاستعداد والاستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية، حيث ستشارك في التدريبات تشكيلات صاروخية من المنطقة العسكرية الجنوبية والقوات البحرية. ذكرت سلطات منطقة بلغرود الروسية أن ضربات أوكرانية بطائرات مسيرة استهدفت حافلتين، ما أسفر عن مقتل 6 وإصابة 35 آخرين. وتعرضت منطقة بلغرود المتاخمة لأوكرانيا لهجمات متكررة بالمدفعية والطائرات المسيرة من جانب أوكرانيا ووكلاء لها خلال العام الماضي، فيما تنفي كييف استهداف المدنيين.
أكدت القوات الجوية الأوكرانية أن أنظمة دفاعاتها الجوية دمرت 12 من أصل 13 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا فوق منطقة سومي. وأتي ذلك بينما أسفرت عدة ضربات روسية عن سقوط ومقتل العشرات في شرق وشمال شرق أوكرانيا، وخصوصا في خاركيف ثاني أكبر مدن البلاد. يكثف الجيش الروسي استخدام القنابل الموجهة التي يتم إسقاطها بالطائرات وهي ذات قوة تدميرية كبيرة، وذلك ردا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية. القوات الروسية استهدفت شبكة الطاقة ومستودعا للذخيرة الأوكرانية في مدينة سومي بالقرب من معهد أبحاث مرتبط بالإنتاج الكيميائي. في المقابل قالت القوات الجوية الأوكرانية إن أنظمة دفاعاتها الجوية دمرت 12 من 13 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا فوق منطقة سومي في شمال شرق أوكرانيا. يأتي ذلك بينما أسفرت عدة ضربات روسية عن سقوط ومقتل العشرات في شرق وشمال شرق أوكرانيا، وخصوصا في خاركيف ثاني أكبر مدن البلاد والتي تستهدف باستمرار وفق ما أفادت السلطات المحلية. ويتواصل القتال على بعد نحو 60 كيلومتر شمال غرب مدينة دونيتسك عاصمة المنطقة التي سيطرت عليها روسيا وأعلنت ضمها إلى أراضيها. وضمن تطورات الصراع أعلن الجيش الروسي السيطرة على قرية أوتشيرتين الواقعة في منطقة دونيتسك، ومنذ أشهر تعلن موسكو بانتظام سيطرتها على بلدات صغيرة في المنطقة. ويظل الجيش الأوكراني في موقف دفاعي منذ فشل هجومه المضاد الكبير الصيف الماضي. توقعت مجموعة مارسك للشحن البحري أن تؤدي أزمة حركة شحن الحاويات في البحر الأحمر إلى خفض قدرة قطع الشحن بين الشرق الأقصى وأوروبا بما يتراوح بين 15 و20% في الربع الثاني من العام الجاري. وذكرت الشركة التي ينظر لها على أنها مقياس لحركة التجارة العالمية أنه من المتوقع أن تستمر أزمة الشحن الناجمة عن الهجمات حتى نهاية العام على الأقل. وحولت ميرسك ومنافسوها مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول إفريقيا منذ ديسمبر لتجنب هجمات قوات الحوثية على السفن في البحر الأحمر، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن بسبب فترات الإبحار الأطول. استقبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون نظيره الصيني شي جين بينغ الذي يقوم حاليا بزيارة إلى فرنسا تستغرق يومين في مستهل أول جولة يقوم بها إلى أوروبا منذ جائحة كورونا، تشمل أيضا صربيا والمجر. ومن المقرر عقد جلسة مباحثات بين الرئيسين الفرنسي والصيني، وتنضم إليهما رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بقصر الإليزي لمناقشة قضايا تجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي. وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن المناقشات ستركز على الأزمات الدولية وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا والبحث عن حل لهذا الصراع وآخر تطورات الوضع في الشرق الأوسط. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنها ستضغط من أجل منافسة عادلة مع الصين خلال محادثات ستجريها مع رئيس الصيني شي جين بينغ في باريس. وقالت فون دير لاين أن الصين تصنع حاليا مع دعم هائل أكثر مما تبيع بسبب انخفاض الطلب الداخلي لديها، مشيرة إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى زيادة المعروض من المنتجات الصينية المدعومة، وهو ما يؤدي إلى تجارة غير عادلة. وكثف الاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة التحقيقات في دعم الدولة الصينية لكثير من القطاعات الصناعية خصوصا السيارات الكهربائية. يواصل الناخبون في تشاد الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في أول انتخابات رئاسية بمنطقة الساحل الأفريقي منذ موجة من الاضطرابات. يخوض الانتخابات الرئيس التشادي الانتقالي محمد إدريس ديبي في منافسة مع رئيس وزرائه سوكسيس ماسرا ورئيس الوزراء السابق ألبرت باهيمي باداكي إلى جانب 7 مرشحين آخرين.
أقطاب السلطة بتشاد في اختبارات انتخابات رئاسية دعا لها نحو 8.5 مليون شخص ممن يحق لهم التصويت. ويختار الناخبون التشاديون ساكناً جديداً لقصر الرئاسة في نجمينة من بين 10 مرشحين، أبرزهم الرئيس المؤقت محمد إدريس ديبي ورئيس وزرائه ماسيرا. وللمرة الأولى يواجه ديبي الابن اختبار الصناديق بعد 3 سنوات من صعوده للحكم في إبريل 2021، عندما تم تنصيبه رئيساً عقب مقتل والده إدريس ديبي في ساحة المعركة بعد أكثر من 30 عاماً من الحكم. وبحسب محللين، فإنه من المتوقع على نطاق واسع فوز المرشح محمد إدريس ديبي الرئيس التشادي الانتقالي الذي يخوض مواجهة رئيس وزرائه ماسيرا الذي كان في السابق معارضاً سياسياً، كما يخوض السباق أيضاً رئيس الوزراء السابق ألبرت بهيمي باداكي و7 مرشحين آخرين من بينهم امرأة. ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية بحلول 21 من مايو الجاري، أما النتائج النهائية فتعلن بحلول 5 يونيو المقبل. وفي حال عدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات، سيتم اللجوء إلى جولة ثانية يوم 22 من الشهر نفسه. الانتخابات تخللها دعوات المقاطعة من بعض أحزاب المعارضة وجماعات المجتمع المدني، ما أثار مخاوف من احتمال اندلاع أعمال عنف خلال العملية الانتخابية. تسابق السلطات في البرازيل الزمن لإغاثة المتضررين جراء الفيضانات المدمرة التي تضرب جنوب البلاد، خصوصا ولاية ريو غراندي دو سول. وتسببت الفيضانات في مقتل العشرات ونزوح نحو 90,000 نسمة من منازلهم. السلطات في البرازيل تخوض سباقا مع الزمن لإغاثة المتضررين جراء الفيضانات المدمرة التي تضرب جنوب البلاد، خصوصا ولاية ريو غراندي دو سول، متسببة بمقتل العشرات ونزوح نحو 90,000 نسمة من منازلهم. ومن خلال الصور الملتقطة جوا وعمليات الإنقاذ الجارية على الأرض، يمكن رؤية أحياء أغرقتها المياه بالكامل، ما يعكس الأضرار الفادحة في جنوب البلاد، حيث ارتفع منسوب المياه إلى حد أفقد السكان كل ما يملكون خلال دقائق، بينما غرقت بالمياه شوارع عاصمة الولاية بورتو أليجري التي تقطنها نحو 1.4 مليون نسمة. وتمت تعبئة أكثر من 3,000 عنصر بين جنود ورجال إطفاء وعمال إنقاذ لإغاثة السكان وسط حالة من الفوضى، وللبحث أيضا عن نحو 100 مفقود وفقا لأحدث تقييم للدفاع المدني. وزار الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا ولاية ريو غراندي والبالغ عدد سكانها نحو 11 مليون نسمة للمرة الثانية خلال بضعة أيام، وتعمل فرق الجيش على إقامة مستشفيات ميدانية لاستقبال مئات المرضى الذين تعين إجلاؤهم من مراكز طبية. نحو 70% من أنحاء بورتو أليجري ونطاقها الإداري أصبحوا محرومين من المياه بعد أن غمرت تماما بمياه الفيضانات، وارتفع منسوب نهر جويبة إلى 35 متر ليتجاوز بذلك الرقم القياسي المسجل في فيضانات عام 1941، والذي بلغ 4.76 متر وفق رئاسة البلدية. ووفق السلطات اضطر نحو 90,000 شخص إلى مغادرة منازلهم، وهناك أكثر من 1 مليون مسكن بلا مياه بسبب الفيضانات التي تضرب جنوب البرازيل منذ أيام. أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدور الحيوي للبحث العلمي في خدمة قطاع الصناعة، وأشارت الوزارة إلى الجهود التي قامت بها المراكز البحثية التابعة لها في توجيه البحوث العلمية لخدمة أهداف الصناعة، مشيرة إلى تحقيق العديد من النتائج المتميزة التي ساهمت في دعم الصناعات وتوفير بدائل محلية. وأضافت وزارة التعليم العالي إلى أن ربط البحث العلمي بمتطلبات التنمية يأتي على رأس أولويات في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة.
تنطلق غدا المنظومة الإلكترونية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك في إطار الحرص على تطوير وتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة وبسيطة. وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المواطن يستطيع الحصول على الخدمة من خلال المنظومة الإلكترونية القومية الخاصة بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية بمحافظات الجمهورية، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمحلية، أو عن طريق تحميل تطبيق المحمول. هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية الشعب المصري بمناسبة عيد شم النسيم. وقالت السيدة انتصار السيسي في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي إن عيد شم النسيم يأتي كل عام حاملا معه البهجة والأمل، نشارك فيه عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة ونعبر عن حبنا لوطننا الغالي. نسأل الله أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء وشر. تعد القناطر الخيرية من أهم المزارات في الأعياد المختلفة، حيث إن بها ما يزيد عن 10 حدائق مليئة بالأنشطة للكبار والصغار. من أهم هذه الحدائق حديقة لؤلؤات الشرق التي تقع على مساحة 13 فدانا، وتتميز بمساحات خضراء وأماكن الاستراحة ومكتبة للأطفال. يجتمعون سويا كل عيد، يتحركون، يلعبون ويأكلون. عائلات وأصدقاء خرجوا اليوم إلى الحدائق والمتنزهات ليحتفلوا بعيد شم النسيم الذي يأتي كل عام محملا بنسمات الربيع وألوانه. بنيجي كل سنة بنقضي اليومين جميل، الأطفال بتبقى مبسوطة والزوجة مبسوطة وكلنا الحمد لله مبسوطين. كل سنة بنيجي هنا بقى يوم حلو، يوم كلنا مبسوطين فيه والناس مبسوطة كل حاجة حلوة. وتعد القناطر الخيرية من أهم المزارات في الأعياد المختلفة، حيث أن بها ما يزيد عن 10 حدائق مليئة بالأنشطة للكبار والصغار، ومن أهمها حديقة لؤلؤة الشرق التي تقع على مساحة 13 فدانا وتتميز بمساحات خضراء وأماكن للاستراحة ومكتبة للأطفال، فضلا عن أشجار معمرة وفريدة ونشاطات أخرى للكبار مثل الصيد. بجيب الأسرة كل سنة هنا القناطر الخيرية، بنقعد نلعب هنا بالكور وبنفرح مع جماعة الإخوان المسيحيين والمسلمين وبنحتفل باليوم ده كل سنة. نجيب أولادنا وأطفالنا وأحفادنا ويجوا نحضر هنا، بيبقى يوم جميل جدا. العيد بيلعبوا طبعا الأطفال فرحانين ومبسوطين يعني. ولا يأتي أي عيد بدون تنسيق وتجهيزات من مختلف الأجهزة المعنية لتأمين المواطنين عن طريق انتشار قوات الأمن لتأمين الحدائق والمتنزهات، بالإضافة لتجهيز سيارات الإسعاف للتعامل مع الطوارئ من أجل الحفاظ على حياة وسلامة المواطن. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. وختم النشرة هذه تذكرة بأبرز ما جاء فيها. جيش الاحتلال يبدأ إجلاء نحو 100,000 فلسطيني من رفح الفلسطينية، وغارات جوية تستهدف محيط مطار غزة شرق المدينة. مصدر رفيع المستوى يؤكد استمرار دخول المساعدات إلى غزة عبر منفذ رفح بشكل طبيعي، وأن الوفد المصري يكثف اتصالاته لاحتواء التصعيد الحالي. الرئيس الفرنسي يؤكد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي معارضته للهجوم على رفح الفلسطينية. مشاهدينا، وصلنا مع حضراتكم لختام نشرة الثالثة. كل عام أنتم بخير، إلى اللقاء.